شريط الريبوند الأمريكي لتعويض الأسنان بجلسة واحدة فقط. ياسن تريدين تسوي؟ أشري علي أختي. هذا إيش بيه هذا؟ يعني مكسور لو مقلوع الجذر؟ قلعه الدكتور، قلعه كليته كامل شعب. حتى الشعب هو الشعب كان برغي وتغليف من 2004. اي وقلعوا لي اياه. انت اليوم ياهو تريدون تسوين؟ هذا المهم حاليا. شوف لك الالوان، اي عندك انت دمج الوان باسنانك، شيء على بياض شيء على صفار. مو دائما افرش، مو دائما، لا مو على التفريج، اللون البلادي مالتها. بلي البارحه جاني واحد متصبغ اكثر. هي طبيعه بياض، يعني قصدي لازم اضبط لك اللون، معناها بحال حاله ممكن ادمج لك لون، يعني ثلاثه بالتجميل ورا ما اشكل لك الشريط. حتى يطلع حلو. تمام عيني. ادول عينك. زرع تريدين؟ قالوا الا السكر ماتك المتراكم جوا السبعه، يلا نزرع لك ويظل شهرين تلاقم ويا جسمك. يلا نغلف لك. فانا ما احب هذيك الشغله، وانا عندي سكر وتعي بعظم الفك يفتر البرغي وهذه، فخفت من الشغله من شفت المقطع مالك هذا الشريط الريبوند الامريكي المعجزه. وقلت يا صار 7 سنين اشتغل والاف الحالات، قلت البارحه جونك اشتغلنا يوميا استلم واحد، قلت الا اروح الدكتوره دينا. زين ليش ما تسوين مثلا تركيب تبردين هذا السن؟ هم قالوا لي الدكتور هناك قال لي ابرد لك هذا وهذا وغلف لك قالب. اي فانا ما قبلت، ما حبيتي، ما قبلت. زين صار لك ايش قد هيك بدون سن؟ من شهر العاشر. وايه والله، يعني قمت استحي ابتسم واضحك طلعت، ومو هالقد يعني الا الضروره يلا اطلع. شنو رايك اليوم نطلعك مبتسمه؟ بدو العين تدعي لك العمر كله. سن ولو مسافه كبيره طبعا، هاي مال سن يعتبر يعني شويه عند الزحف بالاسنان. بس نحاول نرتب لك بحيث بالطريقه ما اقول لك 100% تكون مثل السن الطبيعي، ولكن 80% فرق عن هذا بالجمال. 80% يعني كلش روعة. جميل، مو 50% وأقل، يعني مو حلو. راح تكون النتيجة ممتازة بإذن الله. وثابتة وجلسة واحدة، وعندنا الوقت الكافي، والتزمتي بالتعليمات إن شاء الله. إن شاء الله. بس عندي سؤال. جواب عيون دكتور. الله يخليك. بالنسبة للموعد شوية شلعنا قلبك صح؟ إيه. في البداية ما نقبل نستقبل. وانا ظلات معانده وياكم الا اجي، يعني معانده. والله الا اجي معانده. يلا بصراحه قبلنا نستقبل، يعني هوايه عليا طلبات هذه. واحنا نشتغل ان شاء الله للناس اللي تستحق مثل حضرتك. بدول عينك، بدول عينك دكتور. رحم الله والديت قلبي. وراح نبلش بدون ابره، بدون خوف، بدون برد، بدون اي شيء، بس مجرد ننظف الاسنان الجانبيه اللي منا ومنا، يعني شوفي هاي السوادات بيه. نحاول ننظف منا ومنا حتى نشكل لك الشريط. هاي العمليه تستغرق من الساعتين للثلاثه. اي انا اعرفها، من الساعتين للثلاثه. على كيفنا، بدون اي استعجال. والله البارحه واحد طولنا به فقط ساعتين. كان سنه بسيط وصغير من الدهوك اجانا. حضرتك المسافه كبيره، بس باذن الله ان شاء الله نرتبها حتى لو كبيره، ونشوف شلون نثبت لك الشريط بعد ان ننظف المكان ان شاء الله. انا تحديت الدكاترة وجيت اشترك، قالوا هذا الشغل هيك. اي هو ما بصراحة ما اشتغلوا. واحنا دائما نقول له للشخص، نقول له ازرع طبعا. الزرع شوفي كل شيء بيه سلبيات وايجابيات. صحيح. انا مشتغلة 30 سنة. صحيح. الزرع ممتاز، بس انا مشتغلة بمستشفى حكومي، انا ما ازرع طبعا. بس مو كل حالات الزرع تنجح، ومو كل حالات الشريط تنجح. هذا الشريط ما حد مشتغله بالعراق. ليش؟ يعني يحتاج ايد مال دكتور، يعني هاي الايد مالتنا احنا اللي تشتغل. ان شاء الله للجنه ايدك، للجنه. فانت تخيلي سن واحد اطول بيه 3 ساعات، شلون ما اثبته؟ طبعا ان شاء الله. هسه عندي افلام فيديو بعدني ما ناشرتها، راح هسه اشوفك. يا عيوني. الان تابعوا ويانا طريقه العمل بالتفصيل. مراجعات تريد تسوي شريط الريبوند الامريكي، لكن بعد أن فحصنا أسنانها الجانبية هنا كلش مبينة. تلاحظون هذا التسوس الأسود؟ مبين تسوس أسود، إذن لازم نخلي حشوة منه، وهذا أيضا ننظفه ونسوي حشوة منه. عندها حشوات قديمة بس مضروبة وصاير بيها التسوس. خلي نشوف هذا التسوس لهنا. تمام، شوفوا هذا التسوس هنا كلش قوي، حتى الأكل كله دا يفوت جوا الحفرة. فهنا
غلط نخلي شريط الريبوند أو أسنان أو حتى زرع أو حتى تركيب بدون ما ننظف هاي الأسنان ونعمل حشوات. تسوس كلش واضح، هذا الأسود ومو بس الأسود، حفر أكو هاي حفرة. ما توجعك أختي كلش، مو صح هسه؟ نحاول أنه ننظفها. طبعا الأخت تريد أبر وما أبر، قلت لها هاي الأبر حضرناها إليك بس ما راح نحتاج أي أبرة حاليا. ليش؟ إحنا ننظف 30 سنة ننظف الأسنان بدون أبر على كيفنا، لأن إذا نضرب أبر وحدة نضربها هنا بحيث حتى خشمها خطية يتبنج، ووحدة نضربها هنا حتى هاي المنطقة تتبنج وتتأذى. إذا احتاجينا الأبر وعدها وجع نعم نضرب أبرة، لكن إن شاء الله ما نحتاج. وهذا تشوفون هذا التسوس كلش واضح منه، هذا كل التسوس هياته، هذا الأسود تلاحظوا حتى أكل بداخله يطلع. ها شوف الأكل، ها طبعا أكل هي نظيفة جدا الأخت، بس هذا يحشر بحيث هي ما تقدر بالفرشة تطلعه. بس أول شي نشتغل بالحشوات اللي هي أهم شي قبل كل شي، الحشوات. بعدين نضع هنا شريط الريبوند الأمريكي ونسوي لها أسنان بجلسة واحدة فقط، بدون برد هذا السن وبدون برد هذا السن. ونصحناها للأخوات هنا عندها شعب صغير إنه إذا قدرت بمحافظتها تعمل لها حشو جذر بعد أن يقرر الطبيب مالتها. بعدها ممكن نخلي لها برغي وبناء السن بحيث ينسد هذا الفراغ أيضا. هي الأخت دا ترفض تسوي زرع وترفض تسوي قالب مال أسنان وبرد ونحت هاي الأسنان، فهاي الطريقة الوحيدة المتوفرة. هسه راح نشتغل ننظف التسوسات وراح نشوفكم شلون تصير نظيفة. هنا شوف النظافة، نظفنا الأسنان من التسوس، بعدها نضع الحامض لضمان فتح المسامات وتعقيم الأسنان. بعد ما نظفنا الأسنان تسوس ماكو نهائيا ولا قطرة تسوس ولا نقطة، كلها نظفناها. راح نحشي الأسنان هذا وهذا من الجوانب، بعدها نثبت الشريط إن شاء الله. هذا قدامكم شريط الريبوند الأمريكي THM. هذا الشريط يمتاز بشفافية ويصير مثل المشبك، مشبك مرن جدا ومصنوع من خيوط فولاذية قوية جدا، بدون تصلب هو مرن جدا. ولكن عندما نضع له المواد الخاصة الريبوند، هذا هسه الريبوند ويتنج، وأيضا أكو مواد لاصقة خاصة، يتحول من الشريط المرن إلى الشريط القوي جدا بصلابة الفولاذ، ويلتصق بالسطح الداخلي للأسنان، وناخذ قطعة منه بحيث نقيس المسافة بالضبط على قد الفراغ والسن المقلوع. هنا نظفنا الأسنان من التسوس، شوف المكان شلون نظيف، كل تسوس مقطع. هسه نبدي نحشي المكان، نخلي الحشوة الأولى بهالمنطقة، هاي الحشوة. هنا عملية تثبيت الحشوة، نراعي بدقة جميع تفاصيل الحشوة والتساقها بجميع الأسطح، لأن هذه الحشوة جدا مهمة يقعد عليها شريط الريبوند، فلازم نثبتها بقوة وما نترك أي فراغات وما نترك أي تسوس داخل الحفرة اللي نظفناها. هنا نرتب الحشوة، أي شيء زايد ممكن نشيله، ندقق وناخذ الوقت الكافي بتثبيت الحشوة. الآن بعد ما خلصنا الحشوة ناخذ المراية الصغيرة ونشوف الأسطح الداخلية للأسنان، شوفوا البياض لا يوجد أي تسوسات من الجانبين. وبعد الانتهاء من الحشوات نأخذ شريط الريبوند بالقياس المطلوب ونضع عليه مادة خاصة للصق ويصبح قوي جدا، يعني ما يصير يطخ باللثة، كلش قوي. هسه هذا شريط بدون ما كملنا، نشوف هذا السن
قوي، هذا السن قوي، هذا اشتغلناه بعد أقوى. كملنا الحشوات من الداخل، الحشوات خلصت، شوفوا شلون البياض النظافة. وهذا الشريط بعد ما مرتبين، هذا بس الأساس، شوفوا من جوا. هسه نبدي نبني حتى يزيد السماكة والقوة. هذا شريط الريبوند الأمريكي، دائما نخليه الطبق الأساس لون أبيض ناصع، بعدين نبدي نسوي تدرج الألوان، نسوي تدرج ألوان، نختار هاي الألوان نضعها فوق هذا الشريط على شكل سن، طبقة طبقة بدون استعجال. المهم الأساس كله خلاص. هنا عندنا مريضتنا العزيزة، لون الأصلي مال أسنانها بتدرج الألوان. تشوفون هنا منطقة أغمق من هاي المنطقة، ولذلك احنا نخلي الألوان مدمجة بين اللون الماء للصفرة، وهو هذا نظيف، هذا لون الأسنان، يعني احنا يجونا ألوان أطوخ، المريضة بالعكس أسنانها جيدة. بعدين نقارنه ويا الأسنان الجوة على كيف تسدي، ايه على كيفك، على كيفك سدي سدي بعد، يعني طخي بس لا قوي. ايه بعدين نشوف العلو، وين اكو علو احنا نشيله من الداخل. عبي اختي على كيفك، تمام. نراعي نقطة مهمة وهي الإطباق، وبعد الانتهاء من تثبيت الشريط نبدأ بعدها بوضع المادة المخصصة لبناء الأسنان، ونختارها من أجود الشركات، أما تكون دايموند أو زيرجون، مكوناتها تكون قوية، ونأخذ الوقت الكافي لبناء هذه الطبقات، ممكن تكون 4 أو 5 أو 6 طبقات حسب حجم الفراغ الموجود، ونعطي الوقت الكافي للعمل، حيث إننا نستلم مريض واحد في اليوم ونرفض استلام أكثر حتى نتمكن من التركيز على دقة العمل، حيث إن هذا العمل يستغرق بين 2 إلى 4 ساعات مع الاستراحات، لأن الناس بطبيعتها تختلف، بعض منهم يخافون، بعض منهم يحتاجون يأخذون وقت كافي للراحة، لذلك نحجز مريض واحد في اليوم. تتوفر في عيادتنا أجود أنواع المواد والفرش والأدوات الخاصة ببناء الأسنان. ملاحظة، هذه الطريقة لوضع السن هي تعتبر ثابتة ودائمية، وقوة الشريط فولاذية، حيث إن هذا الشريط هو ليس صنع محلي، هو شريط الريبوند الأمريكي، يعني به مواصفات عالمية فولاذية، حيث يكون قوي جداً، وآلاف الحالات من الناس اشتغلناها ويأكلون بصورة طبيعية وما يحسون بأي ألم. مثل هذا العمل يتطلب خبرة عالية من الطبيب، وأيضا تقنيات فنية، حيث أن دكتورة دينا القيسي هي طبيبة أسنان وبنفس الوقت رسامة، حيث إنها ترسم لوحات زيتية كبيرة ونماذج منها موجودة بالعيادة، فهي تعشق التلوين وتعشق بناء الأسنان وتجميلها ورسمها ورسم الابتسامة على وجه مراجعيها. تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا فرحة المراجعة.
هسه من هيك تعضين تحسين اكو فشي طخ بالاسنان الجوة؟ ماكو، لان صفر كوبون. هنا اهم شيء ضفت لك هاي إليتشي وهاي إليتشي، هذا دليل على انه شلون هاي اكو هيك ثمه هيك حتى قريب من الطبيعيه، هاي يسموها اسنان طبيعيه. عندك هذا السن شوفي على بياض وصفار، شوية بياض صفار، هذا هم سويت لك بياض صفار، شفتي شلون دبلجت؟ وحاولنا ندمج الألوان بهاي الفرشة مالتك شوفي. طبعا هسه انتي من تقومين على المغسل تبين أكثر جمالية. أول ما تطلعين عادي أكلي شربي، شربي شاي، تعشي طبيعي. أولا نشوف هذا السن، شفتي الصوت؟ ما تخافي ما يأذي. شفتي هذا؟ هذا أقدر أدق عليه أكثر لأن هذا اصطناعي ما يخوف. هذا طبيعي. هذا طبيعي. لا تخافي. شفتي القوة؟ يعني لو بعد أضرب بس ما أحب أزعجك تمام. يعني تمام. جدا الثباتية كلش قوية. عاشت إيدك دكتورة، عاشت إيدك. لا تخافين أبد، أكلي براحتك. هذا شوفي هذا أقدر أدق بعد بس ما أريد أضوجك بالصوت. هاي كل المراجعين أدقدق لهم على أسنانهم ويروحون بالعافية، كل شيء مشكلة. ما شاء الله تمام. رأيك بالشغل بالتعامل مقتنعة؟ لو تحبي نضيف لك شيء هذا قدرنا عليه والله. عاشتي ذيك عيون دكتورة، رحم الله والديك. رأيك بالموعد الاستقبال دكتورة دينا؟ وردة مال الله أخت عزيزة طبعا. كله تمام، مواعيدكم مضبوطة وشغلكم مضبوط. عاشتي ذيك، الله يطول عمرك عيون الدكتورة، رحم الله والديك. وهاي الحشوات اللي شفتيها حبيتيها البيضة، سويت حشوات جديدة. تمام تمام، عاشتي ذيك على الشغل الحلو. تمام عاشتي ذيك دكتورة، خبيتي خبر. عاشتي ذيك. هاي بجلسة واحدة فقط بدون برد الأسنان منه ومنه وبدون زرع. هذا الطبقة إذا تحبين بعدين أقدر أخففها، بس أنا خففتها وردي ضفت لها طبقة. أشوفها هيك أحلى وأقوى تصير أمتن. كيفش بعد أنتي عرف دكتورة؟ والله أنا أول شيء خففته بصراحة. بعدين ضفت لش طبقة. على مود أبين التفاصيل وحمل الثباتية وللقوة. تمام. شوفي مطبوق بهذا السن وبهذا السن نهائي ما يسبب تسوس. أكو ناس يقولون تسوس، بالعكس أكل ما يفوت. هنا أكل ما يفوت، فما تضطرين كل ساعة تنظفي. صحيح. بعدين بالمستقبل عندك هذا نسوي لك اياه ان شاء الله. هذا اللي سويناه. تمام، هسه فرق والله عن قبل. تحبين هاي احدده منه شويه؟ كيف اخذ منه انت بعد اعرف هذا اللون ماله شويه نظيف هسه. باكر عقبه يصير مثل ذني. هو حولت اسوي لون على طوخ شويه. يعني نقول ك بيوم واحد بجلسة واحدة بدون زرع بدون برد بدون الحمد ألم. لله الحمد لله. حشينا الأسنان، هذا جدا قوي. يعني لا تخافين يوقع أو ما يوقع. هاي صار 7 سنين أشتغله، ما عندي شيء وقع أو انكسر لي. أنا شفتش قد أثبت بي. يعني أنت تملين هالقد أثبت. أثبت يبنى ويسرى ويخلي طبقات. فأكو ناس يقولون يخافون دكتورة مثلا. ترى أول مرة ارتاح جو إيد دكتور مال أسنان والله بالقرآن الكريم. شفتك حتنامين. تمام تمام والله العظيم. يعني قبل متخوفة، وهذه يعني يضوجون دكاترة الأسنان ومو مثلش يعني هيك مرحين و وتستقبلين. يعني أنت أختي صراحة مو غريبة، في دول عينك دكتورة، تستحقين يعني كل الاحترام والتقدير. يعني قلتي متعاونة مع طبيب الأسنان. والله والديك خطية الظلين فاتحة حلقش تقريبا. إحنا 3 ساعات بالعمل. من ساعة تقريبا بدينا من 4 للـ7. سوينا شنو سوينا؟ حشوتين تنظيف، هذا التسوس نظفنا التسوس كامل. شوية تأخرنا بالتنظيف. ثبتنا لك شريط الريبون بدون بنج همين بدون أبر. طبعا انت بالبدايه ردتي أبر صح؟ وانا خفت من الوجع دكتوره. خايفه من الوجع؟ تخبل من وجع الاسنان. زين شفتي حفرت لك 2 وعميقه والله. ما شاء الله خير من الله. بدون أبر. بدون أبر ما شاء الله عليك دكتوره. هذا الريبون رحم الله والديك يعني دكتوره. هذا استعملنا شريط الابتسامه حلوه. وين الابتسامه مال الريبون؟ ها ها
هذا واستعملنا شريط الريبون. دكتورتي انت استحمل الابتسامة اصلا. لا لا. الله يبارك بعمرك ان شاء الله. 1 2 3 4 5 6 اي س س س يعني ماكو مشكلة. 6 اليوم تاكلين والاكل بعد ما في مشكلة. السن الثابت هو هذا. اشتغلنا شريط الريبوند الامريكي بدون ما نبرد هذا السن وبدون ما نبرد هذا السن. ليش ما سويتي زرع؟ دكتورة عندي سكر واخاف من عنده. تخافين من الزرع؟ اي والله خاف من عنده، وقالوا لي شهرين يبقى لازم يتلائم ويا جسمك يلا، ولو يصير لو ما يصير. انا شو اسوي بهالمتاعب؟ قلت خلي اخلي الشريط الريبوند الامريكي احسن. اي وشنو شفت النتيجه؟ خبل عشت ايدك بالعافيه. وين الشريط؟ والله شوفيني اياه. هذا السن زين. وليش ما سويتي تركيبي بردولك هذا السن وهذا وهذا؟ حرامات ليش باردين الدائميات؟ ها ما تحبين البرد؟ ما بين شيء ما احب. انت قالوا لك برد؟ قالوا لي برد وقعدت يعني جسر. جسر. فانا حبيت الشغل مالتك، شفت المقاطع مالتك على التيك توك، كلش حبيت شغلك دكتوره. سهله وبنفس اليوم. اي في دول عينك. تسلمين. انت كلش متعاونه ويا المريض دكتوره. زين من شفتي المقاطع اللي بالتيك توك نفسها بالحقيقه من استقبلتك واشتغلت لو يختلف الوضع؟ هو بعد اضبط. بعد احسن. بعد احسن. يلا هديها ايجابيات ولا بعد احسن؟ بعد احسن والله. حبيبي. مو مبالغه امانه الله. شوفك بالف خير يا رب. بالعينك. يا قلبي دكتوره يا عمري. اخت عزيزه وان شاء الله دائما تفرحين باسنانك وتعافين. الله والديك. رحم الله والديك. الله يبارك بعمرك ويطول. مع السلامه عيوني دكتوره.